اهلا وسهلا ومرحبا في حلقه جديده من فاكتوريا. اخر مره طولت، سوري، وعدتكم ما اطول وطولت. اللعبه صعب واحد ما يطول فيها. انا ضفت بس انتاج الاحمر زياده، والحين زدنا شوي الاخضر ما زدت، استغفر الله، وزدت خط على انتاج الحديد ان شاء الله. الحين اشوف عندي بعد نقص ترى، يعني ما اشوف، لاني زدت وايد فبحتاج شوي زياده، وزدت خط من هناك لين هني، وزدت الحديد زياده. الحين هاي الحلقه شو بنسوي؟ ابغى انتج ستيل، لازم ننتج ستيل اللي هي هذا الانتاج الستيل، فيكون عندنا خط بروحه ينتج منه هذا. واحتاجه ما اظني بحتاجه، ما اتصور. شو الازعاج هايل، ما اشوفني انا لحظه. خلى هذا برايه، خلى تحت الستيل، ما بقعد صراحة تعب عمري وايد معه. هاي الستيل، هذا الستيل الحين. بكل بساطة وصراحة هذا الخط رايح. اول شي خلونا نحط هاي السبلترز، استعمال السبلترز مفيد، بقولكم مفيد، هو جدا مفيد. طبعا بلو برنت من موقع فاكتوريا بلو برنتس، مش كلهم انا اسويهم، بعضهم يبنهم الناس وبعضهم انا مسوينهم. اسمحوا لي على الصوت شوي مزجم اليوم. عندكم هذا، عندكم هذا، عندكم هذا الخط، وهذا الخط، وهذا الطالع، وهذا الداش طالع، هذا الداش طالع. غطينا على البترول، بحتاج الحين محطة بترول كبير هالمرة، شي ضخم، بس مرتب له مكان، مرة مكانه مرتب على كيفكم. بيكون مرات البلو برنت ننزلهم ما يكون ترى على فكرة كل شي صح فيها، يعني اذا بتنزلهم بلو برنت حاسبوا الترتيب مالها كيف يكون، لازم تنتبهون زين. الخطوط الأساسية بعدين الخطوط الفرعية، كل أسوي خطين أساسيات داشين ندخل فيه متل هذا هذا. أنا شو محتاج أساس إني أنتج ستيل فيرنس يا جماعة؟ ما أنتجنا الحين، أوكي بنتج فيرنس عادي زين. هذا الفيرنس العادي، ابغى انتج شوي ستيل اساس اني بس انتج هايل. بس انا بنتج ستيل ما بنتج كل شيء، بناخذ مهني خلاص. بنتج لي شوي ستيل بس على الطاير من الخط هذا، تحسونه مش على الطاير شوي صح؟ ستيل 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 ستيل، نبى ستيل، نبى وايد ستيل بعد.
لأنه الحين بيشتري الوضع ستيلي من الآخر. نحتاج كمية ستيل طيبة، لازم ننتج شوي زيادة ونبقى صندوق. لحظة، أنا نسيت. أنا آسف، شغال أنا ريسيرش. هو معظم الوضع أصلا بدايته بستأجر ريسيرش وايد عادي، يعني مش قضية. بشوي فحم، طلع فحم على خط بروحه هني. هذا المؤقت اساسا نسوي فران لان نجهز المنطقة هيج. نحتاج في المنطقتين ترى، نحتاج في المنطقتين. مؤقت، فكله بينشل. هذا الخط راح ينشل، ما راح يكون موجود دايما. صور، انا احس اني غلطت، مسطل انا حاليا شكلي. زين، هاي ليش مو في لهم ارمز؟ انا شليت هاي اللي بعد تراني. هاي المي بالهم، هذا تشيله هني بياخذه خلاص. مو مشكلة، بخليه نخط مؤقت ونشل هذا عقب وامور طيبة. تكون هاي النبا صندوق، الصندوق يشل الانسيرت اللي حطيه بالكهرباء. ها خط ستيل، خلينا نكمل خطوطنا ونرجع نسوي فران. انزين، صراحة كان المفروض اسوي قبل الحلقة بس ما سويته. لازم نعبي البلو برنت، مهم الواحد يشوف البلو برنت كيف ماشي. ترى هني ما قمت اشوف البلو برنت سبت الحشيش. نعبي هني، نسوي له دوبلوكيت عادي عقب، مو مشكلة، مش لازم نسوي كله، نقدر بعدين
نسوي الباقي ترى نحن. أنا المصنع الحين كله ياس يمشي على الخطوط السريعة. نحط ال اندر جراوند بيلدز هذا انتاج عالي عندنا اصلا، والتصميم حلو ترى. مشكلة هنا انا ما اشوف شو السالفة، ما بسويه اخر شي، ما بسويه، هاي اسوي اللي اشوفه. تحطون البداية بعدين النهاية مش العكس. وين تبون الخط يوقف؟ الخط تبون يوقف الحين. نقدر نسوي الحين ماكينة، الفكرة هاي حق بعدين ها تنفع. كلها جن تورنت. وين السيور مونا؟ هناخذ هاي في الدرب بعد. ليش ما قاعد ينتجون؟ ليش دش الستيل عليهم؟ السؤال. انا شليت هذا ظني بالغلط، يمكن بالغلط. انا يوسف مش الخمسين شغال عادي بسيط. مرة واحدة الحديد هنا بينقص على فكرة من نبدأ انتاج هناك، بس الامور تمشي يعني. بعد انت هني تبدأ هني عندكم، احنا بستون بريك نسوي هاي في الدرب. ترين تصور ونحتاج قريب، نحتاج الفولاذ والله معناه هذا. كم ستيل موجود هنا؟ ستيل يا ستيل تعال يا ستيل. 10 رومنتج 11 اوكي حلو. هذا انترس حديد اذا ما انتبه زين. حديد يا حديد نتكلم سنة بس عقه هني حديد دايركت من هني وستيل، ولا بنسحب له ترى الستيل خط بروحه، ما نسحب نفس الخطوط، نفس الخطوط ما يكفن صراحة. بس لكن هذاك لو تذكرون خط الخطار كان زين سمعت، بس بعد خط واحد ما يكفي.
انت شيء اوكي الحين وقت الستيل فيرنس. الخط بروح بيشتغل عادي بدون باقي بلو برنت على فكرة. شغل اول اربعة يبغالنا هذا هذا وهذا خطوط جاهزة. اتمنى انكم ما ضيعتوا بس اتمنى. اتمنى يعني الصراحة شوي يضيعوا بصراحة. درب قام يعني مصنع وايد عود يستوي. يعني مشكلة طرقات والزحمة. نعم انها الحقيقة. هذا اول مربع بنعبيه حبة حبة نشوف الانتاج يمشي. الخطوط كلها شغالة. اذا في اخطاء شو نسوي؟ اوتوماتيك ترانسبورتيشن هذا نبغى مطلوب اوتوماتيك ترانسبورتيشن اللي هو عرفته صح؟ بس اهم شيء خلنا نسوي خطوط كهرباء الاولية. هم مسوي الاوليات صراحة. طيب خلنا نسويها الاوليات. شو بعد هنا ناقص لنا؟ نوصل مصدر فحم هنا عندنا ونوصل شو ندخل المفروض يكون بالطريقة هاي. دخل ستيل من الطرف هذا ومن الطرف الثاني دخل شو حديد. هذا المصرع قال شويتين شغل بصراحة. دخلنا سوري هذا كان صح. دخل فحم هذا الطرف. دخل شو اسمه جاهز. انزين هذا اول جزء من المصرع مش خلنا نحط الكهرباء. هنا الكهرباء حتى الكهرباء دائما الكهرباء يركب وين يبقى ما يركب وين انتبه خايس. موصل خليه شغال عادي امور طيبة على طول. الرسالة اللي بعده اختارات خلنا نخلص عليها اختارات الاولية. انزين الحين يبغالنا حق هذا سملتنج فاكتوري. يعني نسوي فاكتوري هني ثاني حق الاسملتنج. تحيدون الاسملتنج اللي سوينا نسوينا نحن الاسملتنج. خلنا ننسخه ما ابغى ستيل اروم اسوي نفسه حق ايرون بعد بس بيكون اوفر وايد بيكون. فشو بسوي بلو برنت نيو بلو برنت
ننسخ هذا. حلو، نحطيه وين؟ نحطيه هني. اوكي، ليش نحطيه هني؟ بقولكم الحين. اساسا ننتج حديد في دايركت، وحق الستيل يكون مكان ثاني حديد، ما يكون نفس المكان. كم خذنا؟ وايد مو شوية يعني. حطيه بالعكس كان أفضل. سبليتر 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 عندنا سبليتر ثاني. لا، نبغى اندر جراوند. ثاني هذا حق الحديد اللي بيروح للستيل فاكتوري اللي هو الفولاذ، بس يكون عندنا انتاج طيب، ما يكون عندنا انتاج شوف تعبان. هذا الخطة الحالية يعني، يكون عندنا انتاج قوي شديد. شو اسمه من الستيل، من متل يا جماعة. هو هذا مخطط مسوي حق منو؟ مش حق المتل، لا مسوي حق ستيل. انا بستعمل الحين حق متل. هذا هني يبغاله شوي صبر وشوي شو تكتك. والله صبر وتكتكة. هل خط طالع من داخل؟ سوينا بالعكس. لا لا، صوب احسن وطلع من قدام، طلع من هنا. وهذا لو غير نضيف صف زيادة بعدين نقدر، دايما نقدر. في سالفة الكوبي بيست وايد حلوة ترى، يعني توفر تعب وتكتيك وتخطيط. نبغى الكتريك انجن، نقول لكم ما نبغى. حبش كل شيء تموت، واحد ما يقعد يسوي كل شيء. خلاص، هي لعبة اوتوميشن اصلا، واحد يسوي كل شيء اوتوماتيك ويريح راسه. راسه من صدعة، لا هي اصلا صدعة، عشان تفك راسك من صدعة. في مكان ليتات بعد حق المستقبل، الحين واضح انه منتج ليتات حق الصراحة. هني هذا، هني هذا داخل، هذا طالع الخط، هذا هذا طالع، هذا طالع. زين، في شغلات عادي ما حطيتها. لحظة، انا حطيت هذا، هذا ما حطيته تعال الخط هذا. خطوط بيكون عليها المتل. الحين خلي اطلع شوي فحم. لا مع حديد ما نبغى، شكرا. لحظة، هذا في حديد، هذا في حديد، ما ابغى مكس تمكيس مبكي في هالحالات. هذا التمكيس ما له داعي الصراحة. تعال دايركت وين هني.
حاليا هني حاليا هذا نبغى خط مثل خط كبير شوي. لأن هذا بيستهلك حديد صراحة، مش متأكد، أقول متأكد إنه بيستهلك وايد. تقريبا نص، صح؟ ممكن هذا يكون نص بعد أفضل. ما نبغى نطالع على الصوب الثاني، نحن طالعين. خلنا أشله. حق الحين هذا بيكون كيف؟ العكس. اوكي، بس فلتر طبعا، مدري شو، مدري حديد. هذا الدرب الحين نحتاج كهرباء، بس محتاج كهرباء بس، مش الأكثر ولا أقل. فحم حديد على الفحم، و مثل موالنا الربع شغالين مية مية. الحين ها شو بيسوي؟ هذا اللي بيسويه، ركب الجدام أول شي. لحظة، خلصهم عقب شوي يرفع الضغط عمدان الليتات صراحة. يعني لو احس اللي حل اجمل، اقدر اغطي منطقة بطريقة افضل، بيكون وايد احسن. هذا بلغي، انا اعدل شوي على البلوبرنت. نبي ننتج نحن ستيل وين؟ حق تحت مال البليتات. ما ينفع بالطريقة هاي الصراحة، ما ينفع، لازم سبليتر الصراحة. بعد راقو شوي. لحظة، ها ستيل، هذا ستيل، مش ستيل، اللي هو ايرون بليت، هذا مش ستيل، سوري. وهذا فحم بي الحين، اظني خمسة بيكفون حق هذا المكان اتصور. لازم سبليتر يدخل فحم الصبيب، كل حد يكون عنده فحم بيروح كل مكان. مشكلة انا سويته كبير، بس ما على اول صف يشتغل، اول صف تشتغل. ما اعرف اذا يكفون التاج، المشكلة مش فيهم، مشكلة تحت. لحظة، لا عاد مش تحت، مو بكفي بعد. انتاج سريع، نقدر نزيد عدد الانتاج، نسوي نضبط نرتب بلو برنت وهاي الامور. اهم شيء انكم شفتوا الشغلة، عرفتوها، اهم شيء. اذا شفتوا شيء، انا احس هذا بالعكس. ابى اطلع من اخر شيء ولا من اول شيء؟ انا
من اول شيء اساس تتوسع يكون ايزي. هذا بالعكس بالعكس الصوب الثاني بالعكس 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 زين بالعكس 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 عكس الدنيا أنا ها الستيل كيف تقولوا ما في ستيل هذا معكوس هذا هني خلاص استوى عندنا انتاج ستيل اي احد محتاج ستيل الرمي يطلع من هالخطين هاي السولتر ترى يوزع انتاج اذا نقص من صوب يوزع للصوب الثاني لها سبب انا حطي صوبين ومن السهل يعني الواحد يغطي عليه الحين بس كل محتاج الوضع انتاج في حديد زيادة وهالامور انا غلط يمكن سويته هذا مكان صغير وانا اريد عندي الستيل كبير بس خلنا اقطع الخطوط الباقية انا مو استعمل باقي الخطوط صح خلنا اقطعها الخط اللي ما استعمله ليش اعبيه هلا حاليا هني بعدين يمكن اوصل اذا استوى عندي الحديد وايد هذا بالنسبة لانتاج الفولاذ انتاج الفولاذ عندنا هذا خلنا نشله خلاص انتاج الفولاذ هذا سوينا له خطوط انتاج فولاذ وان شاء الله في الحلقة الجاية بنبدأ انتاج شغلات جديدة وشغلات افضل على نطاق عالي الموسم هذا كله على نطاق كبير يعني بشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة من بعد الستيل بنبدأ في اللي بعد ان شاء الله